السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نستعرض لكم فيها أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من العربي الجديد، من صحيفة العربي نقرأ عنوانا تمزق الدولة بعنوان بقلم أحمد سعداوي، تناول الكاتب فيه القرارات التي اتخذتها قوى في العراق بما في ذلك الإطار التنسيقي لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل. وهنا سرد الكاتب أمثلة لرفض شراء حواسحة من المجتمع العراقي لهذه القرارات التي تسهم في تمزيق النسيج المجتمعي وإثارة الفتنة. يمكن أن نأخذ التظاهرات التي خرجت ضد مقترح التعديل، وفي مدينة النجف نفسها معقل المؤسسة الدينية الشيعية الأبرز، مثالا على رفض قطاعات من هذا المجتمع الذي يدعي الإطاريون تمثيله لهذه القرارات المخربة نسيج المجتمع العراقي التي تثير الفتنة والفرقة ولا تنفع أحدا بشيء. إن الاستثمار بين المؤيدين الأكثر أصولية وتطرفا داخل المجتمع الشيعي أو بين المرتبطين بهذه الأحزاب بعلاقة زبائنية قائمة على شبكات التوظيف وضخ الأموال لن يعزز سوى عزلتهم وتعجيل الصدام المجتمعي الذي يختزن كل يوم عناصر رفض جديدة وينتظر لحظة التفجير القادمة التي قد تكون مع أول انخفاض قاس لأسعار النفط. وقد بانت بوادرها، فصرحت بعض الجهات ومنها اللجنة المالية في البرلمان العراقي بأن المرتبات للشهر المقبل قد تتأخر بسبب تراجع أسعار النفط. وليتذكر هؤلاء السياسيون جيداً ما حدث في تظاهرات أكتوبر تشرين الأول 2019، فما حصل لم يكن وليد اللحظة وإنما مجرد لحظة انفجارية لتراكمات سابقة، وهذا ما يجري اليوم أيضاً. ولن ينفع التخوين أو التخويف بالاتهامات الجزافية في منع الناس من إعلان رفضهم. ومن صحيفة المدى مشاهدينا ننتقل إلى مقال بعنوان تهريب الأموال يهدد استقرار الاقتصاد العراقي ويرسخ أزمة الفساد. ناقش المقال ظاهرة تهريب الأموال خارج العراق التي تعد من أبرز التهديدات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ويعزو الخبراء تأثير هذه الظاهرة إلى تقليص السيولة المحلية وتخفيض الإيرادات الحكومية وتعزيز الفساد، إذ يؤدي تهريب الأموال إلى ضعف الثقة بالنظام المالي، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة هذه المشكلة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. تعد ظاهرة تهريب الأموال خارج العراق من أبرز التهديدات التي تواجه الاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تقليص السيولة المحلية وتخفيض الإيرادات الحكومية وتعزيز الفساد، وكما تسهم في ضعف الثقة بالنظام المالي وتؤثر سلباً في استقرار العملة الوطنية، مما يستدعي إجراءات عاجلة لمكافحة هذه المشكلة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ويرى خبراء أن أي وسيلة للحد من تهريب العملة إلى خارج العراق لن تنجح كلياً، لأن من يسيطر على السوق المالية ومعظم المصارف الأهلية هي جهات متنفذة تعرف جيداً كيف تحافظ على نفوذها وقوتها المالية من خلال عمليات التهريب. تهريب الأموال يمكن أن يؤدي إلى نقص كبير في السيولة داخل البلد، مما يضعف الاقتصاد الوطني ويؤثر في القدرة على تنفيذ مشاريع تنموية. إن تهريب الأموال قد يكون مؤشراً على وجود فساد واسع النطاق في النظام المالي، مما يضعف ثقة المستثمرين ويؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي. وعندما يكون هناك تهريب للأموال يمكن أن يفقد النظام المالي مصداقيته، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الداخلية والخارجية. في صحيفة كتابات نقرأ مقالا بعنوان المشاركة العراقية في الأولمبياد للكاتب محمد مخالف. عرض الكاتب تقييما لمشاركة العراق في أولمبياد باريس وقد وصفها بالفاشلة.
بعد ختام المنافسات حان الوقت للنقاد والكتاب والإعلام الرياضي بشكل عام بتقييم مشاركة العراق في هذا التجمع العالمي الكبير، والمنطق يقول إن أي مشاركة في الأولمبياد من دون تحقيق ميداليات فهي مشاركة فاشلة، فالمنتخبات التي لا تصعد على منصات التتويج ويعزف لها النشيد الوطني ماذا يطلق عليها؟ وفي أي خانة يمكن وضعها؟ أما الشعارات التي تطلق هنا وهناك في محاولة لعدم توجيه اللوم لأصحاب الشأن فهي أساليب أكل الدهر عليها وشرب. اليوم علينا الاعتراف بأن الرياضة العراقية في تراجع خطير في ظل التطور الكبير الذي تشهده الرياضة العربية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ما توج الرياضيون العرب ب17 ميدالية متنوعة توزعت بين البحرين والجزائر ومصر وتونس والمغرب والأردن وقطر، وهذا يدل على أن هذه الدول رسمت طريقاً حقيقياً نحو النجاح وتحقيق الإنجازات. لذا علينا أن نقف كثيراً حول مستوى الرياضة العراقية ومراجعة عمل الاتحادات الرياضية الأولمبية التي تتباكى ليلاً مع نهار بسبب قلة الدعم، وهي لا تستطيع أن تقدم لنا لاعباً واحداً يستطيع أن يحقق ما حققه الرباع العراقي عبد الواحد عزيز أكثر من 60 عاماً، والذي أحرز الميدالية البرونزية في دورة ألعاب الأولمبياد في روما 1960. من الجزيرة نت نقرأ مقالاً بعنوان طوفان الأقصى وإعادة هندسة الاستقطابات العربية للكاتب هشام جعفر. تناول الكاتب الاستقطابات التي أعادت قضية استشهاد إسماعيل هنية إحياءها من الفرقاء السياسيين والمفكرين في العالم العربي. وقد ناقش المقال تأثير هذه الاستقطابات في المواقف من حماس وإيران، كذلك على القضايا الفقهية والشرعية. يرى الكاتب أن هذه الاستقطابات قد تسهم في بناء توافقات سياسية وفكرية ومستقبلية، أو في الأقل قد تفكك القائمة منها وتعيد بناءها على أسس جديدة. يجعلنا موقف الشعوب العربية الواضح الجلي إزاء ثلاث ظواهر متكاملة ومتداخلة. 1- استقطاب رسمي في مقابل غير الرسمي الحكومي، حيث جل الشعوب العربية في جانب الفلسطينيين ويناهضون المشروع الصهيوني في مقابل حكوماتهم التي تخاذلت في تقدير شعوبها عن نصرة إخوانهم في غزة. أظهرت عملية طوفان أننا بإزاء صدام كلي بين تطورات واستراتيجيات مختلفة، بين التاريخ وبين غياب الذاكرة، وبين الكرامة والبراغماتية، وبين الحقوق والمنفعة المادية. 2- امتزاج موقف معظم الشعوب العربية من القضية الفلسطينية بموقفها من أداء السلطات الحاكمة فيما يخص عيشها الكريم، وكأنها ترى تشابهاً بين سلطة الاحتلال وسلطة حكامها. الموقف من السلطة القائمة يحدد الموقف الأساسي في الانحياز، حيث المخاصمة لموقف السلطات العربية عموماً التي هي مسؤولة عن تدهور مستويات معيشتها تمتد إلى موقفها المتخاذل من نصرة الفلسطينيين، بما يعني ضرورة تأييد المقاومة والتعاطف معها. 3- التعقيد في انحيازات الشعوب العربية هو كالعادة موقف مركب في مواجهة مواقف الأطراف الأخرى حبيسة الأيديولوجيا المغلقة أو المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة. في صحيفة فاينانشال تايمز نقرأ تقريراً بعنوان كيف ينظر الناخبون العرب في أمريكا إلى هاريس، غزة حاضرة بقوة. تناول التقرير موقف الناخبين العرب في أمريكا من كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية. وأوضح التقرير أن قضية غزة تؤدي دوراً حاسماً في توجيه مشاعر الناخبين العرب، وذكر أيضاً أن هاريس تحاول كسب دعم هؤلاء الناخبين من خلال مواقفها المتوازنة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وعلى الرغم من أن هاريس لم تؤيد أي تحول في سياسة بايدن تجاه إسرائيل، إلا أنها سعت إلى إبعاد نفسها عن بنيامين نتنياهو ولم تحضر خطابه المشترك أمام الكونغرس في واشنطن الشهر الماضي، والتقت به بشكل منفصل عن بايدن. وبعد ذلك قالت إن التزامها بأمن إسرائيل ثابت
لكنها لن تلتزم الصمت في مواجهة معاناة الفلسطينيين. وقال جيمس أوغبي مؤسس مجموعة المناصرة المعهد العربي الأمريكي، قال إن هاريس بذلت منذ بداية الصراع المزيد من الجهد للتواصل مع المجتمع العربي، وتوقع أنها ستستعيد الكثير من الأشخاص الذين كانوا مترددين أو منزعجين من الإدارة، لكنه أضاف أن عليها أن تحافظ على موقفها، ومن المرجح أن تكون معايرة رسالتها بشأن الشرق الأوسط هو التحدي الأكبر في السياسة الخارجية لحملة هاريس. الواقع الحسابي هو أن أي انشقاقات من القاعدة الديمقراطية التقليدية يمكن أن تساعد ترامب وتحدث فرقاً في ولايات ساحة المعركة المتوازنة للغاية، بما في ذلك ميشيغان. هذه وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام مع رسوم الكاريكاتيرية. من موقع يوريكارت نقرأ تقريرا بعنوان احذر بدائل النيكوتين في السجائر الإلكترونية قد تكون أكثر ضررا. تكشف دراسة حديثة عن محاولات شركات التبغ للالتفاف على اللوائح الصحية باستخدام نظائر النيكوتين في السجائر الإلكترونية، وتشير الدراسة إلى أن هذه البدائل الكيميائية قد تكون أكثر ضررا من النيكوتين نفسه، وأنها لم تخضع للمراجعة الكافية من قبل الجهات التنظيمية، وهو ما يثير القلق بشأن سلامة هذه المنتجات على الصحة العامة. نشاهد الآن مشاهدينا تقريرا اخترناه لكم من مواقع الصحف. بعد أشهر من تراجع حدة القتال على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، باغتت القوات الأوكرانية جارتها روسيا بهجوم في 6 أغسطس على منطقة كوريسك الحدودية، مكنها من التوغل فيها بعمق 15 كيلومتراً والسيطرة على عدد من المواقع. كييف تقول إن هدف العملية هو تشتيت القوات الروسية وزعزعة الوضع في موسكو. أما روسيا فقد اضطرت إلى الاعتراف بما حدث في كوريسك، وتوعدت بالرد الحاسم على هذا الهجوم، كما أخلت منطقة بلغورود المجاورة لأوكرانيا وسط زيادة حادة في النشاط العسكري الأوكراني قرب الحدود، ما يدخل الحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022 مرحلة جديدة ربما تدفع الكرملين لإعادة دراسة قدرات كييف العسكرية. فما الذي يميز التوغل الذي نفذته القوات الأوكرانية في كوريسك الروسية؟ وما مدى أهمية هذه المنطقة التي باتت حديث الساعة في الأيام الماضية؟ خلال أكثر من عامين من الحرب الروسية في أوكرانيا، نفذت القوات الأوكرانية عدداً من التوغلات المحدودة في الأراضي الروسية، لكنها كانت تعتمد على قوات مناهضة للكرملين وليس على القوات الأوكرانية لتسديد ضربات مجاعة نسبياً في داخل الأراضي الروسية، بينما في هذه المرة حشدت كييف الآلاف من جنودها لتنفيذ عمليات منظمة ومخطط لها عبر الحدود، ما مثل صدمة لروسيا التي لم تشهد غزواً لمتر واحد من أراضيها منذ عام 1941، ولم يعتد سكانها على النزوح
كما حدث في كوريسك. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علق على العملية بأن كييف تسعى إلى نقل الحرب داخل روسيا في محاولة لعكس السرد القائل بأن أوكرانيا تخسر الحرب، وهو تطور استراتيجي لم يفاجئ موسكو فقط بل فاجأ حتى حلفاء كييف الغربيين وفي مقدمتهم واشنطن التي لم تمارس ضغوطاً على كييف للتراجع عن هجومها على كوريسك، بل وأعلنت تقديم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 125 مليون دولار لكييف. تقع كوريسك غربي روسيا وتبعد عن العاصمة موسكو بمسافة 536 كيلومتراً، تضم محطة للطاقة النووية تقع على بعد أقل من 50 كيلومتراً من منطقة القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، كما تحتوي على عدد من المؤسسات الخاصة بالطاقة والصناعات الكيميائية، ما يدفع القوات الروسية إلى المزيد من الاستشراس لإعادتها. لكن مخاطر التوغل الأوكراني في كوريسك لا تقتصر على ما تضمه المدينة من منشآت حساسة، بل يمثل ضربة لهيبة روسيا ومعنوياتها وتهديدا للخطوط الخلفية لقوات في روسيا التي حاولت إنشاء منطقة عازلة حول خاركييف، ما قد يؤدي إلى انسحابها. كما تحمل عملية التوغل هذا رسالة إلى داعمي كييف مفادها أن أوكرانيا لا تزال قادرة على القتال والمناورة. ومع ذلك فالخطة محفوفة بالمخاطر، إذ ليس أمام موسكو الآن خيار سوى القيام بكل ما يلزم لوقف هذا التوغل، ولا يمكن للضربة الأوكرانية في كوريسك أن تحقق سوى أهداف محدودة ربما لا تتخطى إبعاد القوات الروسية عن جبهات القتال الأخرى وتخفيف الضغط عليها، وكحد أقصى محاولة توسيع نطاق توغلها إلى ما هو أبعد من احتلال محطة الطاقة النووية فيها، مقابلاً لاحتلال روسيا محطة زاباروجيا الأوكرانية عام 2022. لكن هذه الأهداف ستعتمد على المدة التي ستستغرقها العملية وبأي طريقة يمكن للأوكرانيين الصمود داخل كوريسك. في نهاية جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، تقبلوا تحياتنا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم.